يا سيدتي يا فاطمة الزهراء أيتها الصديقة الشهيدة وانهي وانهي بوجودك قبل آمر كنت يا رسول الله خاطب أبوها رسول الله الزهراء سلام الله بويا بوجودك قبل آمر كنت وانهي وبقت للموت روح مجيب مقيم وانهي عاشين من ابو الحسن وانها وانها يا وانها يا ترى حيدر موستر حيدر علي موصب وصية لو ما موصى امير المؤمنين يقدر واحد يتعدى على الزهراء يتجاوز على بيته يا ترى حيدر علي موصى يا بوصي يتامى يا صرت مثل الزرع ينطر يا تمايا يا أتاني الموت تود عمري يتم يا تمايا أودع يا علي بيدك أودع بيدك الحسن والحسين زينب وأم كلثوم أودع يا غلي يا غلي بيدك يتامى زينب والحسن وحسين خيا يا زينب والحسن وحسين خادم خادم إلى الشاعر مولاي مولاي إلى الشاعر الأديب الشيخ عبد الستار الكاظمي خادم مولاي على عين الدلة المولاي لا تلومونا دعوا عن الميلام وعلى العشاق لا ترمس هام ما ارتكبنا هيا ذنب او حرام بل تمسكنا بحبل الاعتصام وتوطنا لإحدى الحسنيين يا حبيبي يا حبيبي نور عيني يا حبيبي يا حبيبي يا خلي صوتك مع صوت جابر الأنصاري لا تلومونا لهذا المعتقد
وإذا عشتم دليلين أو سند أخرج الشيخ البخاري عن سعد إن جبريل أتاه في المهد وهزه حبا وحزنا باليدين يا حبيبي يا الله 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 فدوى فدوى الهلاصوات نور يا حبيبي يا نور عيني خادم خادم مولاي لا تلومون عليها ذا المعتقد إذا شئتم دليلين أو سند أخرج الشيخ البخاري عن سعد إن جبريل أتاه في المهد وهزاه حبا وحزنا باليدين يا حبيبي يا فدوى روح لاسمك ابا عبد الله يا حبيبي يا حسين يا سيدي سيدي وأبوك أنا لابني عيسى قيل كوثر.